أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها تتوقع إعلان القضاء على تنظيم داعش الإرهابي شرقي البلاد في غضون أيام، وأضافت أن تنظيم داعش بات محاصرا داخل مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في شرقي سوريا، وأن بلدة الباغوز حيث يتواجد الإرهابيون باتت محاصرة تماما في مساحة جغرافية تقدر بنصف كيلومتر مربع. وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن أعدادا كبيرة من المدنيين لا تزال موجودة في داخل أنفاق وأقبية تحت الأرض في آخر جيب للتنظيم، وأن أفراد التنظيم يختبئون بينهم بلباس مدني. أعلنت مراكز التنسيق الروسية السورية الخاصة بإعادة اللاجئين السوريين بأن موسكو ستساعد سوريا على فتح ممرين إنسانيين للنازحين الراغبين بمغادرة مخيم الركبان ابتداء من الثلاثاء المقبل. وقالت مراكز التنسيق في بيان مشترك إن تأمين نقاط التفتيش سيكون وفقا للقانون السوري، داعية مراكز الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري للمشاركة في العمليات الإنسانية. وبينت أن الممرين الإنسانيين سيكونان في منطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة، داعية الشركاء الأمريكيين لإظهار نواياهم الحسنة لرفع المعاناة عن الشعب السوري. قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إن الولايات المتحدة ستبقي على وجود قوي في الشرق الأوسط. وأضاف بينس في مؤتمر ميونخ للأمن بأن الولايات المتحدة ستتعقب تنظيم داعش الإرهابي حتى بعد هزيمة عناصر التنظيم في سوريا. بدوره قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان خلال مؤتمر ميونخ للأمن إن بلاده ستبقى واقفة إلى جانب باقي الدول في وجه الإرهاب الذي يبثه تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة والعالم. سنحافظ على قدراتنا لمكافحة الإرهاب في المنطقة، وسنواصل دعم قدرة شركائنا على الوقوف في وجه بقايا تنظيم داعش الإرهابي. من جانبها حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وفق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الصدد. واعتبرت ميركل أن الانسحاب الأمريكي قد يعزز من نفوذ روسيا وإيران في سوريا. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لإقناع حلفائها بالبقاء في سوريا بعد سحب القوات الأمريكية. بدورها أيضا قالت وزيرة الدفاع الألمانية في المؤتمر أنه لابد من رفع حجم المساعدات المقدمة إلى سوريا للمساهمة في إعادة الإعمار شريطة أن تكون سياسة البلاد والعملية السياسية واضحة. نتفق على أن المساعدات الإنسانية في سوريا تحتاج إلى زيادة وأنها ضرورية للغاية. في الوقت نفسه من المهم بالنسبة لنا أن المليارات اللازمة للمساعدة في إعادة بناء سوريا لن يتم دفعها إلا عندما يكون هناك وضوح في العملية السياسية. ينضم إلينا الخبير العسكري مأمون أبو نوار، أهلا ومرحبا بك معنا سيد مأمون. وأبدأ معك بأهمية هذه السيطرة بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية جغرافيا، ماذا يعني السيطرة على مدينة الباغوز وطرد تنظيم داعش من شرق الفرات؟ يعني عملية استراتيجية، هذا آخر معاقله بعد ما سيطروا على قرية السوسة وهجين، هذا آخر معقل لهم. لكن أعتقد بتها يعني سوف تأخذ العملية حوالي أيام، 3 إلى 4 أيام، يعني نهاية الأسبوع القادم أعتقد سوف تكون العملية منتهية. هنالك قصف شديد يعني استمر خلال هذه العملية من قوات التحالف، الحقيقة أنه دمر المدينة كليا، لكن الآن قوات قصف سوريا الديمقراطية داخل المدينة، وكما ذكر تقريركم هناك الأنفاق أيضا، وسوف تكون عملية إعاقة، لكن كعملية عسكرية أعتقد أنها انتهت. يعني وأخرجوا حوالي 20,000 نازح يعني مهاجر من ضمنها هن الموجودين حاليا الأجانب المهاجرين الحقيقة في داخل المدينة، لكن سوف تنتهي في أقرب فرصة أعتقد خلال الأيام القادمة. يعني انت انهيت كوجودي كجغرافيا كداعش، لكن كفكر يعني موجود. سوف يكون هنالك جيوب متباعده لداعش في العراق وسوريا، خلايا نائمه سوف ينزلوا تحت الارض وحرب عصابات. انا لا اعتقد انه انتهى لغايه هذا التاريخ،
موجود في سوريا والعراق، والأسباب اللي خلقت داعش والظروف لا تزال موجودة، وخاصة عندما تعامل بعض الدول مواطنيها كتهديد أمني وليس كمواطن وإلى آخره من الأمور. طيب. سيد مأمون، الظروف موجودة. نعم، يعني بما أن الظروف موجودة ونتحدث أيضا عن ربما هزيمة جغرافية على الأرض لتنظيم داعش، داعش دائما ما يتخذ أساليب عسكرية تعتمد على حرب العصابات كما ذكرت، هل من الممكن الآن في هذه الظروف التي يعيشها أفراد تنظيم داعش الإرهابي في آخر جيب كما نتحدث هنا أن يقوم بعمليات قد تكون على نظام حرب العصابات أو استخدام السيارات المفخخة؟ يعني هل من مفر لتنظيم داعش الآن في آخر جيب في شرق سوريا؟ نعم، هو يعني تأثر كثيرا، قطعت خطوط امداداته، قتل بعض قادته، والأمريكان نزلوا المارينز يعتقدوا أن أبو بكر البغدادي موجود شرق الفرات حاليا، هنالك عمليات بحث عنه، لكن لا أعتقد احتمالية كبيرة أن يقوم في هجمات مفاجئة نسمحها هنا وهنالك، تفجيرات، عمليات إرهابية إلى آخره من الأمور، وهذه هي ما سوف نراه في المنطقة لفترة طويلة من الزمن لحين يعني استقرار الوضع في العراق وسوريا. ما دام موجود هذه الظروف اللي تكلمنا عنها، داعش موجود عندنا. طيب، كاستراتيجية عسكرية سيد مأمون، يعني عندما نتحدث عن هزيمة التنظيم بفضل يعني قوات سوريا الديمقراطية المساندة من الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بأننا نستمع إلى تصريحات من قبل مسؤولين أمريكيين على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك سيكون تفاصيل حول وجود القوات الأمريكية أو وجود أمريكا في الشرق الأوسط بشكل أكبر سيتم الإعلان عنها اليوم، ماذا يعني أيضا هذه السيطرة؟ كيف ستؤثر على سيناريوهات الحل بالنسبة للحكومة السورية، بالنسبة للطرف التركي، بالنسبة للطرف الروسي والأطراف الأخرى المشتركة في هذه الأزمة؟ يعني سوريا عملية معقدة جدا الحقيقة، والحلول فيها صعبة. أنا لا أرى أي حل عسكري، لا أرى أي حل سياسي في المدى المنظور، لاعبين كثر، حساباتهم ومصالحها مختلفة، خاصة في شرق الفرات. الرابح الوحيد هو التمدد الإيراني ونفوذه في المنطقة التي يعتبر هذه الدول العراق سوريا واجهة أمامية له الآن. بالنسبة لإعلان الهزيمة داعش من قبل ترامب، نعم سوف يعلنها خلال 24 ساعة، هذه مفيدة يعني الاستهلاك الداخل الأمريكي والأزمات اللي بواجهها حاليا مع الكونغرس، فهذه كلها أسباب يعني بتدل إنه المنطقة عندنا لن تكون مستقرة أو آمنة في المدى المنظور، يعني وخاصة سوريا وشرق الفرات معضلة كبيرة الحقيقة ولن يصلوا إلى حل فيها. أشكرك جزيلا، كنت معنا الخبير العسكري مأمون أبو نور.